المسجل الشركات في وزارة التجارة. خمس شركات هنا. زين. كتب كتاب إلى البنك المركزي إنه هاي الشركات رصينة وهي بها مليون دينار عراقي. مليونين دينار. وكتب إنه هاي رصينة. طال البنك المركزي أخبار. البنك المركزي استفسر. هذه الشركات شنو معلوماتكم عنها؟ يا وزارة التجارة باعتبار مسجل الشركات بالتجارة مدير زين. عام. زين. هذا كتب. خوش شركات ومنهن ممتازات وكذا وهذا أيضا مرتبط بشخص زعيم سياسي من الصفحة الثانية صفحة يا صفحة إحنا عندنا ثلاث صفحات أنا صفحة عندنا الصفحة الأولى الشيعية والسنية هذا لا هذا السنية من إيه من هذه الصفحة الغربية الصفحة الغربية هي شيء إيه من الشرقية من الغربية هاي ورانا كلام طيب الاتجاه إيه فهي قضية شوف لذلك أقول لك الهواية يعني هي ملتمة كلها ملتمة سنة وشيعة وكرد هسا كرد ما عندي دليل بس عندي حسين كاوى كردي حسين كاوى اللي هو شبي هذا من هو واحد من أصحاب الشركات بربي القاعد وهم أهم لاغف هم لاغف ليش قد لاغف هذا والله مبلغ 600 مليار 600 مليار